تسنيم نور الدايم، أخصائية نفسية، خبيرة في التوحد، مدير مركز الاضطرابات النمائية والتوحد. احتفلنا الليلة باليوم العالمي للتوعية بالتوحد مع مجموعة من المراكز، منظمة بسمة خير، مركز تواصلي، مركز هيد ستار، منظمة آمنين، احتفالا باليوم العالمي للتوعية بالتوحد برعاية المؤسسة السودانية لذوي الإعاقة. هدفنا انه ننشر التوعيه بالتوحد في اكبر نطاق، عشان نوجه رساله للمجتمع انه طفل التوحد طفل مضطرب، طفل غير معاق، غير مريض، هو طفل مضطرب. شيماء كمال الدين علي صالح، اخصائي نفسي، تخصص اخصائي نطق وتخاطب. ده الجانب بتاع المعارض في فعالية بتاعت الاحتفال باليوم العالمي للتوحد للمؤسسة السودانية لذوي الإعاقة. المعارض بتشمل على الأعمال اليدوية اللي بيقوموا بها الأطفال خلال العام، يعني بيكون عندهم برامج، في البرامج دي اللي هو يعني خلال البرامج دي بيقوموا شو؟ بيقوموا يتدربوا على الشغل اليدوي. بعد ذاك بتتجمع الأعمال، وبعد ذاك لما تيجي الفعاليات زي دي بيقدموها في المعارض وكده. أنا نهى من بسمة خير. نحن كل سنة بنحتفل باليوم العالمي للتوحد، والسنة دي جاتنا الدعوة من ميسم كير والمؤسسة السودانية لذوي الإعاقة، وقررنا نشارك في اليوم ده عشان ندعم المصابين بالتوحد وأسرهم نفسيا واجتماعيا، ونعزز ثقتهم من خلال مشاركاتهم قدراتهم وكذا. محمد السيد، عضو مجلس أمناء المؤسسة السودانية لذوي الإعاقة. هذه المؤسسة السودانية لذوي الإعاقة يرعاها أخونا شيخ علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، وهي تعنى بكل الإعاقات الحادثة في السودان بحسبان هؤلاء شريحة الناس يقدروا يقدموا لهم خدمات يحتاجونها. بالنسبة اليوم، اليوم العالمي للتوحد الليلة، يعني الاحتفال هذا الغرض منه توعية الأمهات والأسر بالإعاقة الغامضة التي تسمى إعاقة التوحد، ودي لو تم اكتشاف مبكر للإصابة بالتوحد اللي هو دائما بيصيب الأطفال في الفترة من الولادة إلى 3 سنوات، لو تم اكتشافها يسهل التعامل معهم وعلاجهم قبل دخولهم المدارس، وبالتالي يبقوا أفراد مفيدين لقدام. في برامج كبيرة بالنسبة للمؤسسة السودانية للإعاقة، إضافة لهذا بصدد بناء أو تنشئة مركز أو تأسيس المركز السوداني للتوحد، وده إن شاء الله مركز حيبنى قريبا، الغرض منه التعامل مع هذه الشريحة. في هذا الإطار نحن اليوم أتينا لنحتفل معهم نيابة عن أخونا شيخ علي